حبايبي، قبل ما يبدأ المسلسل تعالوا بينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم معايا ملخص لمسلسل تايلاندي جديد اسمه عزيزي دونوفان. مسلسلنا النهاردة بيتكلم عن بنت بسيطة جدا وبتشتغل مدرسة انجليش، وبالصدفة بتتعين مترجمة لعرض اعلانات مشهور جدا. بس تفتكروا هتقع في حبه ولا هو اللي هيقع في حبها؟ طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا للاخر. ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا بدانون اللي بيكون عارض اعلانات في تايلاندا، لكن عايش حياته في امريكا وبيصور اعلانه لمنتج معين وبيخلص تصوير وبيطلع من لوكيشن. وفي نفس الوقت بام بتكون قاعده مع مامتها اللي بتفضل تقنعها انها تشتغل معاها في شركه الازياء مترجمه لدانون، يعني بما انها ميس انجليش. لكن بام ما بتكونش موافقه انها تشتغل معاها بسبب الخلافات اللي بينهم، بس بعد الحاحه بتضطر انها توافق. وبعد ما بتلاقي المرتب بتاعها كبير عشان هتقدر تجيب بيه هديه عيد ميلاد جدها. وبعد كده بام بتحكي عن حياتها وبتقول انها عاشت مع جدها وجدتها، ده بعد مامتها ما اتخلت عنها وسابتها لهم عشان تشوف حياتها هي. ومن اللحظه دي جدها طلع مامتها من حياته خالص، وبتروح بام على السوبر ماركت وبتشتري شويه حاجات للبيت. وبيكون صاحب السوبر ماركت هو اللي مأجر البيت بتاعهم، الشاب الوسيم داوود اللي بيكون معجب ببام جدا، لكن بام بتتعامل معاه على انه صديق. وبام بتساله على هديه تجيبها لجدها، وبيقترح عليها انها تجيب له تاب عشان يلعب عليه، يعني بما ان جده هايف قوي بيحب الالعاب. وبترجع بام على البيت وبتعرف جدتها انها تشتغل مترجمه لعارض ازياء مشهور جدا، بس بيحاولوا يخبوا الموضوع عن جدها لانه لو عرف انها تشتغل مع مامتها طبعا هيرفض. وبتقول لها ما تفرحيش قوي كده عشان جدك ما بيحبش الاجانب. طب يا جده بتحب ايه بالظبط؟ وفي مكان تاني الام بتكون مع المساعد بتاعها وبيخططوا عشان يطفشوا الزبونه الجديده اللي بيكون اسمها جيني، لان التعامل معاها بيكون صعب جدا. وبتكون خطتهم عن طريق انهم يفرضوا عليها بنود قاسيه جدا في الاتفاق، لكن بالعكس جيني بتوافق على كل البنود بكل سهوله خالص. وتاني يوم بام بتحضر نفسها وبتروح اول يوم شغل مع دانون، وبتكون واقفه في اللوكيشن وبتخبط في دانون بالغلط وبتتعرف عليه، وتقريبا كده بتعاكسه في سرها. في سرها وماله مش عايز، وبتعرفه على نفسها، فبتلاحظ انه مغرور جدا بعد ما بيمشي وبيسيبها. وفي اوضه الميك اب بام بتكون قاعده جنبه، لكن دانون بيلاحظ انها بتصوره وبيروح يشتمها وياخد منها الموبايل وبيمسح الصور ويمشي، وده بيضايق بام جدا. وفي الوقت ده مامتها بتكون بتصور اعلان مع جيني، وبيحصل مشكله وجيني بتطلب انها تغير العارضين بتوعها، وبتختار دانون وجيني العارضين اللي هيمثلوا الاعلان. وبتتصل على بام اللي بتكون مش طايقه نفسها وعاوزه تسيب الشغل بعد معامله دانون معاه، لكن بتلاقي مامتها بتقول لها هاتي دانون بسرعه على مكان التصوير اللي هبعتلك موقعه باي طريقه. وفعلا بام بتروح تقنع دانون ان هو يروح معاها مكان التصوير، وبتاخده من لوكيشن التصوير للمكان اللي مامتها بتصور فيه مع جيني. واول ما جيني بتشوف دانون عينيها بتطلع قلوب رغم انها كانت متضايقه جدا، لكن بتتغير خالص وبتكون هاديه، وده طبعا بسبب اعجابها بدانون. ده انت ساحر بقى، وبيطلبوا من دانون ان هو يغير لبسه. ومامت بام بتطلب منها انها تهتم بدانون لحد ما يخلصوا تصوير، ودانون بيروح المكان اللي هيغيروا فيه اللبس وبيلاقي جيس العارضه اللي هتشاركه في الاعلان، وبيكون باين عليه انه مش طايقها ابدا رغم انها بتحاول تتقرب منه. وبيقول لها انا لو اعرف ان التصوير هيكون معاك انت انا ما كنتش جيت ابدا. اظن مفيش احراج اكتر من كده. وبعد شويه بيبداوا التصوير، وجيني بتكون متضايقه جدا من جيسي بسبب تصرفاتها مع دانون اللي بتكون معجبه بيه طبعا. وبعد التصوير المدير بيروح يعرف دانون ان في تصوير بكره كمان ولازم يفضلوا في الفندق النهارده، وجيني عازمه دانون بكره على العشاء بالليل. وطبعا بام لازم تفضل في الفندق مع دانون زي مامتها ما طلبت منها. وبعد شويه بام بتلاقي الجرسون بيخبط على الباب وبيكون جايب لها وجبه عشاء، بيكون بامر من دانون، وبتاخد الوجبه وبتدخل عشان تاكلها. وبتفكر مع نفسها وبتقول ان دانون ده شخص لطيف جدا، وبتقرر انها تتمسك بالشغل معاه بعد ما كانت اصلا عاوزه تسيب. وبعد شويه بتلاقي صوت جاي من البلكونه، وبتبص وبتلاقي دانون واقف على سور البلكونه، وقبل ما يقع بام بتدخله من البلكونه وبتساله مش انت كنت بتتعشى مع الفريق تحت؟ وبيحكي لها دانون وبيقول لها ان هو نزل يتعشى معاهم، لكن جيني وجيسي فضلوا يتخانقوا عليه لحد ما سابهم ومشي. وفجاه بيلاقوا جيسي بتخبط على الباب، وبتكون عاوزه دانون اللي بيحكي لبام ان هو هربان من اوضته بسببها بعد ما راحت جابت مفتاح اوضته من المدير، وبيقول لبام ماشيها باي طريقه. وبتطلع بام وبترد عليها وبتحاول تتوه في الموضوع، لكن بام ما بتعرفش تكذب خالص، فبتحس جيسي ان في حاجه غلط. وبتدخل الاوضه وبتلاقي دانون، وبتفهم ان في بينهم علاقه، ودانون بياكد لها ده عشان يخليها تمشي وتسيبهم. يا رب تحس يا لزق. وفعلا جيسي بتمشي وبتسيبهم وبتروح على اوضته، وبكده دانون ما بيعرفش يرجع على اوضته تاني، وبيضطر ان هو يفضل في اوضه بام. وبيتفقوا ان دانون
بام هينام على الكرسي وبام هتنام على السرير، وفعلا بتنام بام. وبعد شوية بتصحى وبتلاقي دانون مش نايم، وبتروح تتكلم معاه وبتعرف انه عنده صعوبة في النوم، وبتكون عاوزة تسأله هو ليه محتاج مترجمة تشتغل معاه رغم ان اللغة بتاعته كويسة جدا. ودانون بيقول لها اصلا انا كنت محتاج مديرة اعمال اصلا مش مترجمة. وهنا بام بتفهم ان مامتها خدعتها علشان يفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيفضلوا يتكلموا سوا وبيعجبوا ببعض. وتاني يوم بينزلوا للتصوير، وبام بتروح لمامتها وهي متضايقة وبتكون عاوزة تعرف هي خدعتها ليه، لكن مامتها بتفضل تضيع في الكلام وبتبعت لها فلوس علشان تفضل شغالة معاهم. وبترجع بام البيت وبتلاقي جدها قاعد زعلان منها لانها نامت بره البيت، وبتضحك عليه كلمتين بمساعدة جدتها، ده انتوا عيلة نصابة بقى. وتاني يوم بام بتاخد جدتها وبيروحوا على المول عشان يحتفلوا بعيد ميلاد جدها، والجد بيروح يتمشى لوحده شوية وبيقابل طفل جميل جدا وبيسأله على حاجة. وبعد شوية بيلاقي مامة بام جاية بتقف مع الولد ده وباباه كمان، وهنا بيعرف ان بنته اللي ما يعرفش عنها حاجة من سنين متجوزة وعندها ولد. والجد بيتعب من الصدمة وبيتنقل على المستشفى بسرعة، وبيكون بمساعدة دانون اللي بيظهر لهم فجأة وبيفضل معاهم في المستشفى لحد ما بيروح يجيب حاجة يشربها. لكن داود بيعرف بتعب جده وبيجي بسرعة عشان يطمن عليه. وهنا دانون بيرجع لبام وبيلاقيها واقفة مع داود وبيفهم ان في بينهم علاقة، فبيسيبهم مع بعض وبيمشي. وبعد شوية الدكتور بيجي وبيعرفهم حالة الجد وبيقولهم ان هو محتاج عملية، والكل بيدخل يطمن عليه بما فيهم بنته اللي بتقوله انها تتكفل بفلوس العملية. فالجد بيتعصب جدا لدرجة انه بيغمى عليه بعد ما بيشرط عليهم انها ما تدفعش فلوس العملية ولا عاوز حتى يشوف وشها تاني. هدي اعصابك هتروح مننا. واخر اليوم بام بتقعد تعيط بسبب اللي حصل مع جده، وبتتفاجئ بوجود دانون اللي بيكون لسه موجود وبيعرض عليها تكمل شغل معاه كمديرة اعمال، ده طبعا بعد ما بيكون عارف بموضوع العملية علشان تقدر توفر فلوس العملية. وبام بتوافق لكن بتفضل تعيط بسبب حالة جده. وبترجع بام لجدتها وبتعرفها انها بتشتغل في شركة مامتها علشان تقدر توفر فلوس العملية لجدها، وبتعرف جدها كمان علشان ما يقلقش عليها. وبترجع بام تقعد مع داود وبتعرفه انها هتبدأ تشتغل مع دانون، وبيكون خايف انها تكون معجبة بيه، لكن بام بتأكده انها مش معجبة بدانون خالص ولا معجبة بداود. ايوه اللي هو انت يعني ده قصف جبهة بقى. وبالليل دانون بيفضل يحلم بصاحبته ماريا وتقريبا بتكون مفقودة وعنده أرق من النوم بسبب اختفائها. وتاني يوم بام بتقوم تحضر لبسها وبتروح عند مامتها في الشركة عشان تعرفها تشتغل ازاي، وبتروح بام على بيت دانون عشان تصحيه ويبدأ يوم. وفي البيت بتتفاجئ بكمية منوم رهيبة في الباسكت، ده معناه ان دانون خدها كلها. وبتستغرب وقت ما بتفتكر ان دانون قال لها انه مش بيعرف ينام بسهولة، وبتفهم انه عنده مشكلة نفسية هي اللي وصلته ان هو ياخد كمية المنوم دي كلها. وبعد شوية بيروحوا على مكان التصوير وبيركنوا العربية في الجراج، وهناك بيقابلوا جيسي اللي بتكون جاية بعربية بسرعة كبيرة جدا وكانت هتخبط بام، لكن دانون بيلحقها. وهنا دانون بيعرف ان جيسي هتصور معاه الاعلان ده كمان، هي دي النيلة. وبيطلع دانون وبام علشان التصوير، ودانون بيروح يغير لبسه. وهنا جيسي بتيجي وبتطلب من بام انها تجيب لها حاجة من العربية بما انها مش بتعمل حاجة يعني، وجيسي بتستغل ان بام وافقت وبتفضل تبعتها مشاوير كتير لحد ما رجل بام بتتعبها جدا من الشوز الجديدة. وبيجي وقت التصوير وبام بيكون جنب دانون اللي بيقلع السلسلة بتاعته وبيلبسها لها عشان ما تضيعش. وبعد التصوير بيكونوا طالعين مع بعض، وفجأة دانون بيتشبه على البنت دي انها ماريا وبيفضل يجري وراها لحد ما بيعرف انها مش هي، وبيكون واقف في نص الطريق وبتكون العربية دي قربت انها تخبطه، لكن بتيجي بام وبتبعده عنها بالرغم من ان بام رجلها بيكون تعبها جدا الا انها ما بتحسش بالتعب في الوقت ده، وبيكون كل همها انها تنقذ دانون. وهنا دانون بيعرف ان بام رجلها مجروحة وبيضطر ان هو يشيلها عشان يعدوا الطريق، وبيبدلوا الشوز بتاعهم مع بعض عشان تقدر بام انها تمشي، وده بيخلي بام مبسوطة جدا. وبتوصل بام دانون على البيت وبتروح على بيتها وبتلاقي جدتها كاتبالها على شوية طلبات علشان تجيبها من السوبر ماركت بتاع داود وهي راجعة يعني، بس بيتعرض لها اتنين شباب سكرانين خالص وبيحاولوا انهم يتحرشوا بيها. وهنا بيجي دانون وبيضربهم لحد ما بيبعدوا عنها، سيد الرجالة والله. لكن فجأة دانون بيفتكر نفسه وقت ما كان بيضرب شخص بنفس القوة دي وبيكون منهار جدا، وبيحضن بام لحد ما بيهدى خالص وبتشكره ان هو ساعدها. وهنا دانون بيقرر ان هو يوصلها لحد البيت وبيقلع الجاكيت بتاعه وبيحاول يلم الحاجة اللي وقعت في الارض، وفي الطريق بيعرفها ان هو كان جاي علشان ياخد السلسلة بتاعته منها. وبتتصدم بام وبتبدأ تدور على السلسلة ومش بتلاقيها، وبتفتكر انها ممكن تكون وقعت
وقعت منها وهي في السوبر ماركت وبتقول انها ترجع تجيبها، وهوب بتلاقي داود جاي يديلها السلسله، وللاسف بيتعامل مع دانون بطريقه مش كويسه خالص. وبن بترجع على البيت وبتلاقي جدتها جت وبتحكي لها على اللي حصل معاها وبتدخل تنام. وتاني يوم الصبح بتصحى وبتتصل على دانون علشان تصحيه من النوم على ما هي تروح عنده، وبعد شويه بتوصل عنده وبتلاقيه بيتمرن على الاعلان الجديد وبيدخل الحمام علشان ياخد شاور. وبن بتستغل ان هو مش موجود في الاوضه وبتدور على اي حاجه توصلها للبنت اللي اسمها مكتوب على السلسله، وبتلاحظ شنطه هدايا موجوده وبتتاكد ان البنت دي حبيبته وجايب لها هديه. يا سلام على عقل البنات ما بيشتغل. وبيطلع دانون بعد ما بياخد الشاور بتاعه وبيبدا يجهز علشان يروح على التصوير، لكن دانون بيكون جايب لبام شوز جديده بدل اللي تعبت رجليها، لكن بام بتكون رافضه انها تاخدها لانها بتكون غاليه جدا، بس دانون بيصر عليها انها لازم تلبسها وبيفضلوا يبصوا لبعض كده. قول لها بحبك بقى. وبام بتلاقي مامتها بتتصل عليها وهي متعصبه وبتقول لها تيجي الشركه، ودانون بيروح معاها لكن بيستناها على الباب. وبتدخل لمامتها اللي بتكون متضايقه بسبب الصور اللي اتنشرت عنها وقت ما كان شايلها في الشارع، وبتحاول بام انها توضح لها اللي حصل وقتها، لكن مامتها مش بتصدقها وبتفضل تزعلها قدام كل الموجودين لان الصور دي سببت لها مشكله في الشركه. وبتضايق بام وبتطلع على السطح وبتفضل لوحدها بعد ما بتحس ان الشغل مهم جدا لمامتها اكتر منها، وبتفتكر ايام طفولتها وقت ما كانت عايشه مع جدها وجدتها ومامتها كانت بعيده عنها خالص. وهنا بيجي دانون اللي بيعرض عليها انه يفضل معاها عشان يخرجها من الحاله اللي هي فيها، وبيطلب منها تروح معاه مكان عشان يخرجوا من الحزن اللي هم فيه. وفعلا بام بتروح معاه علشان يلعبوا وتخرج الطاقه اللي جواها، وبام بيكون مبسوطه جدا باهتمام دانون بيها. وبيخلص اليوم على كده وبيكونوا مبسوطين سوا. ومن اليوم ده بيبدا قرب دانون من بام، لانهم بعد ما بيروحوا البيت بيفضلوا يتكلموا طول الليل. وبام بتستغرب قرب دانون منها وبتساله على ماريا وبيعرفها انها اخته وبيدور عليها بقاله سنتين. وهنا بام بوشها بيطلع قلوب لما بتعرف انه مش مرتبط، وبيفضلوا يتكلموا لحد بام ما بتنام على نفسها خالص. عادي يعني، احنا بنتنا بتنام في اي وقت. وتاني يوم بام بتصحى من النوم وبتشوف الخبر اللي اتنشر عنها هي ودانون، لكن بتلاقي الخبر اتمسح وما بتكونش عارفه ان دانون هو اللي مسح كل الاخبار دي. وبعد شويه بتلاقي دانون جاي عندها البيت علشان ياخدها معاه لانه بيكون رايح يدور على اخته، وفعلا بتروح معاه وبيقعدوا مستنيين انهم يشوفوها. والوقت بيعدي ومفيش اي حاجه بتحصل، لدرجه ان بام بتنام على نفسها برضه تاني. البنت دي اسمها الحقيقي غيبوبه اصلا. وبعد شويه بيجيبوا اكل وبياكلوا مع بعض، وهنا بام بتعرض عليه فكره تساعده انه يلاقي اخته وبتقوله انهم ينشروا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، ودانون بيوافق. وبيرجعوا على البيت وبيبداوا ينفذوا الخطه بتاعتها وبينزلوا صور وفيديوهات لدانون وهو بيتكلم عن اخته وبينشروها عشان لو حد يعرفها يتواصل معاهم. واخر اليوم دانون بيروح يقابل جيني اللي بتكون ساعدته انها تشيل الاخبار عن بام مقابل ان هو يخرج يتعشى معاه، لكن بيلاقي جيني بتقرب منه بس دانون ما بيكونش حابب قربها ده. والمفاجاه بقى ان جيني بتكون حاطه له منوم في المشروب بتاعه وما بيكونش قادر يتمالك نفسه. وفي الوقت ده بتكون بام قاعده مع داوود وبتلاقي اتصال من دانون اللي بيقول لها تنقذه وبيبعت لها المكان اللي هو موجود فيه، وبيكون باين عليه قد ايه التعب من كتر تاثير المخدر اللي هو واخده، وبيكون مستخبي من جيني بعد ما بيكون ضربها، لكن بيقدر ان هو يهرب منها. وللاسف بيلاقي رجالتها بتجري وراه علشان عاوزين يمسكوه، وهنا بقى بتظهر قوه دانون وبيقدر ان هو يضربهم كلهم. وفي الوقت ده بتيجي بام وداوود كمان معاها وبينقذوه من جيني بعد ما بيصوروها وبيقرروا انهم هيكشفوها لو قربت منهم، وفعلا جيني بتخاف وبتسيبهم يمشوا. وفي الطريق دانون بيلاقي رساله من جيني وبتقوله انها مش هتسيبه في حاله ابدا، ودانون بيكون مش عاوز يروح على بيته لانها هتطرده. وهنا داوود بيعرض ان دانون يروح يبات عنده في البيت، ودانون بيوافق وبيوصلوا البيت وبيكون دانون استعاد وعيه وقعد يتكلم مع داوود على بام، وكل واحد بيفضل يضايق التاني لانهم بيكونوا معجبين بيها، لحد ما داوود بيضايق دانون وبيعرفه ان جدها مش هيقبل بعلاقته من بام اصلا يعني، لان هو اجنبي وجدها ما بيحبش الاجانب. ودانون بعد كل اللي حصل له في يوم وده بيروح ينام. وتاني يوم بيلاقي اتصال من مامة بام وبتكون متضايقه لان جيني بتكون قلبه الدنيا بسبب اللي حصل. وبام ودانون بيروحوا الشركه عشان يتكلموا معاها وبيلاقوها بتتكلم بطريقه وحشه جدا، وبتعرفهم انها لو خسرت زبونه زي جيني شركتها هتقع. ودانون بيحكي لها على كل اللي حصل عشان تتعاطف معاه، لكن هي مين دي جبروت، وبتفضل تزعق لهم برضه. وبتضطر بام انها تدخل عشان تهدي مامتها، لكن مامتها بتتعصب عليها اكتر. وهنا بام بتقول لها انت عمرك ما عملتيني على اني بنتك، والافضل بقى ان احنا نبعد عن بعض تاني. وهنا مامتها بتضربها بالقلم، وبام بتقرر انها تسيب الشغل عشان ترتاح من المشاكل. يلا يا اختي اتبسطي، اه سابت لك الدنيا كلها ومشيت. وبيروح وراها دانون عشان يهديها، لكن
بيتعامل معاه بطريقة وحشة، وبيفهم دانون انها مش حابة وجوده معاها اصلا وبيسيبها ويمشي. لكن بام بتلاقي اتصال من داود اللي بيكون نقل جدها للمستشفى بعد ما كانت اتحسن اصلا، وبتروح جري بام على المستشفى وبتكون مستنية تطمن على جدها، وبعد شوية بتكون عاوزة تروح على البيت عشان تجيب شوية حاجات من البيت. طبعا ما هم شكلهم مطولين في المستشفى، وداود بيروح معاها لان نفسيتها بتكون تعبانة جدا بسبب مرض جدها، وبتفضل تعيط وداود بيديها ظهره علشان تاخد راحتها في العياد. عيطي براحتك بقى يا ماما. لكن هنا بيشوفهم دانون وبيكون متضايق جدا، وبترجع بام المستشفى مع داود، وبتلاقي مامتها قاعدة مع جدتها اللي بتكون جاية عشان تطمن على باباها، وبتطلب من بام انها تتكلم معاها وبتعتذر لها على اللي حصل. لكن بام بتكون مصممة انها تسيب الشغل وبتدي لمامتها التاب اللي بتشتغل عليه. كده بيتك بيتك، قطعنا العلاقات. وبعد شوية الدكتور بيطلع وبيطمنهم على حالة جدها، لكن بيقول لهم ان هو محتاج يفضل في المستشفى، وبام بتكون عاوزة ترجع البيت لان وجودهم في المستشفى ما عادش له اي لازمة. وتاني يوم بام بتلاقي دانون ولا اهتم بيها ولا اتصل يسأل عليها، وبتتصل عليه لكن بتلاقي ان اسلوبه متغير معاها بسبب اللي حصل امبارح. وبام بتعرفه انها سابت الشغل وبتكون مستنية ان هو يتمسك بيها، لكن بتتفاجئ ان دانون موافق على قرار الاستقالة بتاعتها، وبتقفل بام السكة وبتكون متضايقة جدا بعد ما بتحس ان علاقتها بيه انتهت خلاص. والله هي كانت لحقت تبدا اصلا يا بنتي. وبتروح بام لجدها المستشفى عشان تطمن عليه، وبتعرفه انها سابت الشغل، وجدها بيكون مبسوط جدا لانها هتكون جنبه ومش هتضطر تتاخر بالليل، والجد صحته بتتحسن جدا. وبيرجع البيت وبام بتلاقي اتصال من مامتها، وبتعرفها ان في ناس بتكلمها علشان الفيديو اللي نشروه عن ماريا اللي هي اخت دانون، وبتطلب منها انها تجيب دانون وتيجي الشركه. وبام بتروح عند دانون البيت لكن بتلاقيه مكتئب جدا بسبب اللي حصل، فبتطلب منه انه ياخد شاور على ما تروق البيت، وبتقعد تحلق دانه وبتكلموا عن اللي حصل بينهم وبيرجعوا مع بعض تاني كأن مفيش اي حاجة حصلت خالص. ايوه كده، يلا بقى قولها بحبك. وبام ودانون بيروحوا على الشركة وبيلاقوا بنات كتير جاية تقول انهم يعرفوا اخته، لكن البنات بيكونوا جايين اصلا عشان يقربوا من دانون. وبام بتلاقي دي مترددة انها تدخل تتكلم، وبام لما بتروح تتكلم معاها بتسيبها وبتمشي، لكن بام ما بتهتمش. وبعد شوية بتلاقي جيسي جاية وبتقول لها انها تعرف اخته ومتصورة معاها كمان، ولو حابب يتأكد يروح معاها البيت علشان يشوف الصور. ورغم ان دانون ما بيكونش مصدقها الا انه بيضطر يروح معاها، لكن المفاجأة بقى انه بيلاقي صورة لاخته فعلا، وبتكون فعلا معاها وبتقوله انها كانت صاحبتها زمان لكنها ما تعرفش عنها اي حاجة دلوقت، وما تعرفش انها اخت دانون اصلا. وبيمشي دانون من عندها وهو متضايق، وهنا بام بتفضل تفكر في دانون طول الوقت، وفي نفس الوقت بيكون دانون بيفكر فيها. وبتطلع بام تتمشى وبتقابل دانون بالصدفة، وبيجروا على بعض هما الاتنين وبيعترفوا لبعض بحبهم واخيرا. وهنا بتبدأ بينهم قصة حب جميلة جدا، وهنا بقى كل السناجل يجمعوا جنبي هنا عشان نعيط سوا. وتاني يوم بام بتروح لدانون البيت وبتلاقيه ظهر من وراها وبيخنقها، وبام بتعضه من ايده، وبعد ما بيقعدوا مع بعض بتسأله انت ليه عملت كده، فدانون بيقول لها انك لازم تتعلمي اساليب الدفاع عن النفس، وفعلا بياخدها وبيبدأ يمرنها علشان تقدر تدافع عن نفسها. وبيكونوا مبسوطين جدا بوجودهم مع بعض، هم مبسوطين واحنا مفروسين. وفي يوم مامة بام بتروح لدانون وبتكون عاوزة تعرف هو ايه علاقته ببام، ودانون بيكون ابن اصول قوي وبيقولها ان هو بيحب بام، لكن بتعرفه ان جدها مش هيوافق على علاقته. واخر اليوم بتروح تتكلم مع بام وبتحذرها ان جدها لو عرف حاجة عن الموضوع ده هيتعب جدا، وبتقولها تاخد بالها من تصرفات دانون لانها ما تعرفش عنه اي حاجة. وبام بتكون متلخبطة ومش عارفة تعمل ايه، وبتروح عند دانون وبيكون باين عليها انها متضايقة جدا، ودانون بيسألها مالك متضايقة ليه، وبيعرف انها متضايقة لانها بتكون خايفة على جدها. ودانون بيطمنها وبيقولها انه مستعد يعمل اي حاجة علشانها في مقابل انها تفضل معاه. وبام بتطلب منه ان علاقتهم محدش يعرف بيها حاليا، وبيوافق دانون. وبعد كام يوم دانون بيجيله دعوة لحضور عرض ازياء، وبام بتساعده ان هو يحضر شنطته، وبتكون عاوزة تعرف جيسي هتكون موجودة ولا لا، ودانون بيطمنها انها مش هتكون موجودة. وبيسافر دانون على العرض وبيفضل على تواصل مع بام طول الوقت. وفي يوم دانون بيكون في حفلة مع اصحابه، والمفاجأة بقى ان جيسي بيكون موجودة، ودانون بيكون عارف لكن بيكذب على بام علشان ما تقلقش عليه. لكن في نفس اليوم جيسي بتنزل صور ليها مع دانون، ولسوء الحظ بام بتشوفها وبتفهم غلط وبتفتكر ان دانون بيخونها وما بتثقش فيه. وفي الوقت ده بتكون جيسي بتحاول تقرب من دانون وبتكرهه في بام علشان يفضل معاها هي، لكن محاولاتها كلها بتفشل لان دانون بيصدها على طول وبيحاول يفهمها ان هو بيحب بام ومش مستعد يخسرها ابدا. يا رب يكون في شويه دم بقى. وبعد شويه دانون بيكلم بام عشان يطمن عليها، وهنا بام بتعرفه انها شافت صورته مع جيسي، ودانون بيعتذر لها وبيوضح لها هو كذب عليها ليه علشان ما تقلقش عليه. وبام بتتصالح بكل سهوله
ولا كأن في أي حاجة حصلت، وبتسامحه. طب اعملي زعلانة وخدي موقف شوية. وتاني يوم بام بتكون مستنية دانون في بيته لأنه بيكون راجع من السفر، لكن بتلاقي جيسي بتتصل عليها وبتفضل تضايقها وبتعرفها انها قضت وقت لطيف جدا مع دانون، وبما بيكونش عاوزه تصدقها لحد ما جيسي بتقول لها انها نسيت حاجه في عربيته لما كانت معاه يعني. وهنا الشك بيدخل قلب بام وبتكون عاوزه تتاكد من كلامها، وبتستنى لما دانون يرجع اللي بيكون وحشها جدا وبتنزل تستقبله. وقبل ما يطلعوا البيت بام بتروح تدور على حاجه جيسي في العربيه، وفعلا بتلاقي حاجه وبتطلع لدانون وبتواجهه باللي عرفته وبتتخانق معاه، لكن دانون بيعترف لها انه زمان كان مرتبط بجيسي لكن انفصلوا من زمان وبيحاول ان هو يبعدها عنه. وبام بتسامحه برضه بكل سهوله، يا بنتي بقى خلي عندك شويه كرامه. وبتساله بام اذا كان في حاجه مخبيها عنها ولا لا، ودانون بيطمنها ان مفيش اي حاجه مخبيها عنها، لكن بيعترف لها انه عنده تصوير مع جيسي ولو عاوزه تطمن يبقى لازم تروح تحضر معاه التصوير، لكن بام بترفض علشان تديله مساحه من الحريه. لكن طبعا الفضول بياخدها وبتروح على التصوير عشان تشوف اللي بيحصل، وهناك جيسي بتشوفها وبتستغل التصوير وبتقرب من دانون قدامها علشان تضايقها يعني، وده خلي بام تمشي. وهنا دانون بيشوفها وبيروح وراها عشان يصالحها وبيفهمها انه بيتعامل معاها كويس بس عشان التصوير. وفي يوم دانون بيكون نايم وبيصحى وهو مخضوض وبيفتكر اللي حصل من سنين مع اخته وقت ما كان عايش معاها، ويا دوب بيقدروا يجيبوا فلوس الاكل من خلال مسابقات ملاكمه في الشارع. وفي يوم رجع البيت ولقاها مضروبه ووقع على الارض، وبيطلع يدور على اللي ضربها فبيلاقي شاب موجود في المكان وبيعرف ان هما اللي ضربوا اخته وبينزل عليهم ضرب لحد ما بيموتهم. وبنرجع للوقت اللي احنا فيه، ودانون بيكون مع بام وبيقضوا وقت لطيف جدا مع بعض في المول، وفجأة بام بتتبعت لها صورة لدانون وهو مسجون، وبام بتكون خايفة مش عارفة تتصرف ازاي، ودانون بيفضل يدور عليها في كل مكان لحد ما بيلاقيها وبيسألها على اللي حصل. وقبل ما تقول له بام اللي حصل جدتها بتتصل تطمن عليها وبتكون عاوزة تعرف هي هترجع امتى، وهنا بام بتقرر انها ما تتكلمش مع دانون وانها ترجع بسرعة على البيت. ودانون كمان بيرجع على البيت وبيلاقي جيني مستنياه في البيت وبيكون عايز يعرف هي دخلت البيت ازاي، لكن جيني بتقول له ان في خبر اهم من الكلام ده، وبتعرفه انها وصلت لخبر وجوده في السجن من السنين ونشرت الخبر ده في كل حته وبتمشي وتسيبه. وبعد ما بيتمشى دانون بيعرف ان بام عرفت الخبر وبيتصل عشان يفهمها اللي حصل، لكن بام بتكون متضايقه منه جدا لانها سالته قبل كده اذا كان في اي حاجه مخبيها عنها ولا لا، وهنا دانون ما بيعرفش يرد عليها وبيعتذر لها، وبتنتهي المكالمه بينهم على كده وكل واحد منهم بيفضل يعيط. وبام ما بتكونش عارفه حاجه عن الصوره وكل واحد منهم بيفكر بطريقته، يعني بام بتفكر انها اتخدعت فيه، ودانون بيفكر انه خسر اهم شخص في حياته. وبما ان بام عارفه ان دانون وقت ما بيكون مكتئب ما بيفكرش ولا بيهتم بنفسه بيقرر انها تروح عنده وبيكون معاها اكل، ودانون اول ما بيشوفها بيفضل يعيط في حضنه وبيصعب على بام. وهنا بام بتتاكد انه شخص كويس وطيب جدا وبتتكلم معاه وبتهديه وبتطمنه انها هتفضل جنبه على طول وانها هتسمعه كمان وعاوزه تعرف هو ليه خبى عنها الموضوع ده. وهنا دانون بيتاكد هو كمان ان بام بتحبه جدا وبيقرر يحكي لها كل اللي حصل معاه، وهو ان وقت ما ضرب الشخص اللي ضرب اخته الشرطه جت وحبسته وهو ده سبب الصور اللي اتنشرت. وعلى الرغم من ان دانون بيكون حكى لبام على كل حاجه الا انها بتفضل زعلانه لانه خبى عليها الموضوع ده وبتعرفه انها بتحبه ومستعده تقف جنبه، لكن ما يخبيش عليها اي حاجه تاني لانها محتاجه انها تثق فيه بشكل كامل. والاتنين بيكونوا منهارين وبيفضلوا يعيطوا وهم حاضنين بعض يا سلام. وبعد كده بيفكروا يشوفوا طريقه يحسنوا بيها صوره دانون للجمهور علشان يرجع يشتغل تاني، وبيقرروا يعملوا مؤتمر صحفي عشان يحكي كل اللي حصل معاه. وفعلا بيحضر دانون المؤتمر وبيحكي قصته مع اخته، والصحفيين بيتعاطفوا معاه وبيحسوا انهم اتسرعوا في حكمهم عليه، وبيستغل فرصه البث المباشر وبيتكلم على اخته اللي من ساعه ما خرج من السجن وهو بيدور عليها وبيوجه لها رساله عشان ترجع له. وبيروح دانون يشكر بام لانها وقفت جنبه علشان تساعده انه يطلع من الظروف اللي حصلت له دي، وبكده بتكون مشاكلهم اتحلت اخيرا وبيبداوا ينظموا حياتهم مع بعض. واللي بيزود فرحه دانون انه بيلاقي مديره بيديله عنوان واحده تعرف معلومات عن اخته، ودانون بيكون عنده امل ان هو يلاقيها. وتاني يوم بام بتروح مع دانون على العنوان وبيرنوا الجرس وبيلاقوا البنت اللي جت الشركه قبل كده بتطلع لهم من البيت وبيسالوها على ماريا، لكن البنت بتنكر انها تعرف حاجه عنها. وتاني بيخيب امل دانون في انه يلاقي اخته، وبام بتفضل جنب دانون عشان ما يحسش بالزعل، لكن بعد
بعد شوية دانون بيلاقي رسالة من نفس البنت اللي كانوا عندها من شوية، وبتكون بعتلهم موقع مكان يتقابلوا فيه. وأول ما بيوصلوا بيلاقوا المكان ده كنيسة والبنت مستنياهم هناك، وبتديهم دبلة أخته. فبيتأكد إن البنت دي تعرف أخته وبتقوله لو عاوز تعرف مكان ماريا تعال معي، وبتاخد البنت دانون على قبر ماريا أخته. وأول ما دانون بيعرف إن أخته ماتت بيفضل يعيط بقهرة وحسرة عليها، وبيفهم إنه طول الوقت كان بيدور على واحدة مش موجودة أصلا. وهنا البنت بتتكلم وبتحكي له على كل اللي حصل مع ماريا وقت ما دانون دخل السجن، وبتقول انها ما كانتش قادره انها تتخطى حادثه الشخص اللي اعتدى عليها وبتنتحر، وبتسيب رساله انها انتحرت لانها مش قادره تتعايش بسبب اللي حصل وبسبب بعد دانون عنها. ودانون بيفضل مصدوم فتره بعد ما تقبل وفاه اخته بمساعده بام اللي بيكون مبسوط بوجودها جنبه في اللحظات الحزينه وقدرت تخليه يقف على رجله من تاني. وهنا دانون بيلاحظ انه مش هيقدر يعيش من غير بام ابدا، وبيعرض عليها تروح تعيش معاه في البيت، لكن بام بتقوله انه مش هينفع لان جدها مش هيوافق على علاقتهم. وهنا دانون بيقرر ان هو يتعرف على جدها ويحاول يقرب منه علشان يخليه يوافق على علاقته بيها، وبيتفقوا ان بام هتروح البيت تمهد للموضوع لجدها، وبعد كده هو يجي يعترف لجدها بحبه. وفعلا بام بتروح البيت، لكن بتلاقي داوود كان في البيت وبيصلح حاجه ويمشي. وبتقعد بام مع جدها وبتعرفه ان في شخص في حياتها، وبتكون متردده تقول له هو مين الشخص ده بعد ما بتشوفه هو بياخد الدواء، وبتكون خايفه يحصل له حاجه. لكن في اللحظه دي داوود بيكون واقف على الباب وبيسمعها وهي بتتكلم مع جدها، وبيكون متضايق جدا لان هو بيكون معجب بيها، وبيلاقي دانون جايب عربيته. لكن بام بتطلع له وبتعرفه انها لسه ما قالتش لجدها حاجه، وبيلغوا الخطه اللي اتفقوا عليها سوا، وبتعرفه يتكلم معاه في وقت تاني. وتاني يوم دانون بيروح التصوير وبيلاقي ان التصوير في مكان على هيئه زنزانه، وبيفتكر اللي حصل معاه وبيروح يكلم بام وبيقول لها تيجي تحضر معاه التصوير، وبام بتوافق. لكن في اللوكيشن جيني بتكون مسؤوله عن الاعلان وبتكون مخططه للتصوير ده مخصوص عشان تاذي دانون، لكن دانون بيعرفها ان الخطط بتاعتها مش هتجيب معاه نتيجه مهما عملت، وبيكمل تصويره عادي. وبعد شويه بام بتوصل على اللوكيشن وبتيجي جيني وبتاخد بالها منها، وبيكون باين في عينيها نظره شر، وبام بتروح لدانون علشان تبارك له بعد ما التصوير خلص خالص. وقبل ما يمشوا بتيجي جيني وبتقول ان في خاتم ضاع منها، وبتطلب من كل الموجودين ان محدش يمشي قبل ما تفتشوا. وزي ما كلنا توقعنا من نظرة الشر ان جيني خططت انها تحط الخاتم في شنطة بام عشان تكسر قلب دانون على حبيبته. وطبعا بام بتدافع عن نفسها وبتقول انها ما سرقتش حاجة، لكن محدش بيسمع لها. وبتتصل جيني على الشرطة علشان تيجي تقبض على بام، وفعلا بام بيتقبض عليها. وبتيجي جيني وبتقول لدانون انت لو وافقت انك ترتبط بيا ما كانش ده كله حصل، اتحمل بقى نتيجة افعالك، انا ما شفتش بجاحة كده بصراحة. ودانون بيكون اتعصب جدا من كلامها وبيحاول يمسك نفسه وما يضربهاش عشان يقدر يطلع بام من المصيبة اللي حصل. وفي المركز الشرطة بتحقق مع بام، لكن بام بيكون مصرة انها ما سرقتش حاجة، بس للأسف ما فيش اي دليل على كلامها، وبتتحبس وبتفضل تعيط لحد ما الضابط بيجي وبيعرفها ان دانون جه دفع لها الكفالة وانها تقدر تخرج. وبتطلع وبتلاقي دانون مستنيها وبتجري عليه عشان تحضنه زي الاطفال الصغيرين، وبتفضل تعيط في حضنه انا كمان عاوز اعيط. ودانون بياخد بام علشان يخرجها من الحالة اللي هي فيها، وما بيكونش محتاج من بام خالص انها تبرر له موقفها لان دانون بيكون مصدقها وواثق فيها. والمفاجأة بقى انه بيقول لها ان وجودي في حياتك عامل لك مشاكل كتير، وبيكون قرر انه يبعد عنها عشان حياتها تكون احسن، وانه محتاج وقت عشان يفكر في شكل علاقتهم. وطبعا بام بتتصدم من الكلام ده، وانا كمان، وما بيكونش عاوزاه يمشي ويسيبها، ومش مستوعبه ان دانون خلاص علاقته بيها انتهت. وبتفضل قاعده تعيط وهي منهاره. وتاني يوم بام بتروح على البيت وهي تعبانه جدا، وبيشوفها داوود وبياخد باله منها وبيحاول انه يخرجها من الحاله اللي هي فيها. وبتفتكر انها راحت على بيت دانون عشان تعرف هو ليه عمل معاها كده، لكن دانون ما بيرضاش يفتح لها وبتفضل تعيط. وفي الوقت ده بتكون مامة بام عرفت باللي جيني عملته مع بام، وبتروح تزعق معاها وبتهددها انها هتبوظ لها شغلها كله. اخيرا فوتي يا ست الحبايب يا حبيبه. لكن في بيت دانون اللي بيكون منهار بيجي له اتصال من جيسي اللي بتكون اتفقت معاه انه يبعد عن بام. وبنرجع فلاش باك لورا عشان نعرف ايه اللي حصل وقت ما دانون كان بيحاول يلاقي اي دليل يمسكه على جيني، فبيقابل جيسي اللي بتكون مصوره جيني وقت ما كانت بتحط الخاتم في شنطه بام، وبتساوم دانون يبعد عن بام في مقابل براءتها. وطبعا يرجع لجيسي تاني، وبنرجع للوقت اللي احنا فيه وجيسي
بتروح على قسم الشرطة وبتقدم الفيديو بعد ما اتأكدت ان دانون انفصل عن بام، والشرطة بتستدعي جيني للمركز وبتوجهها بالفيديو، وهنا جيني بتتكشف قدام الصحافة وقدام الكل، وطبعا ده بيكون من تجهيز مامة بام اللي بتكون قصدها انها تكسر كبرياء جيني. وبعد فترة بام بتكون رجعت لحياتها، لكن بتكون مصدومة بسبب اللي حصل معاها، وجدها بيكون قلقان عليها جدا وبيعرفها انه مش معارض انها ترتبط بأي حد لانه واثق فيها وفي اختياراتها، وبيطلب منها تعرفه على الشخص اللي هي اختارته. وهنا بام بتنهار اكتر لان علاقتها بدانون انتهت، وبترجع بام تدرس في المدرسة، وبعد الشغل بتروح عند داود عشان تجيب طلبات للبيت، وداود بيطلب منها تديله فرصة يقرب منها وترد عليه، لكن بام ما بتردش عليه وبيفضلوا اصحاب. وشركة مامة بام بتكبر بعد ما كانت هتتدمر، وشركة جيني بتنهار بسبب سلوكها، لكن ما بتسكتش وبتهاجم جيسي اللي سلوكها وسمعتها سيئة جدا في عالم الازياء، والشركات بتلغي الاتفاق معاها. وطبعا جيسي تسكت؟ لا طبعا ما تسكتش، بتروح على مركز التجميل بتاع جيني وبتتنكر في شكل بنت عادية خالص، وبتدخل وبتحط مادة تضر بشرة الزباين وبتصور ده عملي وقت الجلسة، وطبعا وشها بيبوظ قدام الجمهور كلهم. وبكده شركة جيني للتجميل بتنهار كليا والشركة بتفلس، وده بيخلي جيسي طبعا مبسوطة جدا، شيطان بس ذكي. وبعد 10 شهور دانون بيفضل يزور اخته في قبرها وبيقعد يتكلم معاها بالساعات، وبتكون اخته وحشاه جدا، وبام بتحاول انها تعيش حياتها، لكن دانون بيفضل في بالها وبتفتكر اخر لحظات كانت بينهم، وبتروح تقول لجدتها انها عاوزه تقص شعرها بعد ما بتكون قررت انها لازم تغير حياتها كلها. وبتروح لداود وبتعرفه انها مش هتقدر تظلمه معاه لان فعلا قلبها لسه مع دانون، وحرام انها تظلمه معاه، وبتسيبه وتمشي. وبيروح داود وبيتكلم مع دانون في نادي الملاكمه وبيحاول يفوقه من الحاله اللي حط نفسه فيها، وبيفضل يستفزه عشان يرجع لبام، وبيفهمه ان بام بتحبه ومش قادره تستغنى عنه. وبعد ما داود بيمشي دانون بيفضل يفكر في كلامه وبيفتكر بام ولحظاته الاخيره معاه، وفي الوقت ده جيسي بتنجح جدا في شغلها ومش بتدي لاي حد فرصه انه يستغلها في الشغل بتاعها. وفي يوم بعد ما بتخلص شغل بتقابل دانون اللي بيروح يتكلم معاها عشان تسيبه يشوف حياته مع بام، وجيسي بتقوله يروح لها بعد ما بتحس ان هو من ناحيتها مفيش خالص ومش مهتم بيها، فبيحضنها وبيمشي. وبتفتكر جيسي داود لما راح عندها عشان يعرفها ان دانون بيحب بام وانه مش هيقدر يعيش من غيرها، واخيرا بتقتنع بده. وفي بداية السنة الجديدة بام بتحضر البيت علشان تحتفل برأس السنة، وفجأة بتلاقي دانون جاي بيتكلم معاه وبتكون متضايقة منه جدا، ما انت لو اخدتش موقف من الاول كان زمانه عارف مقامك يا خايبة. وبيقعد دانون يحكي لها سبب انفصاله عنها وبيعتذر لها عن الوجع اللي سببه لها، وبيعرفها انه جاله عرض شغل في امريكا ولو ما وافقتش تفضل معاه هيسافر على امريكا ومش هيرجع تاني. وبام بتعرفه انها اتغيرت خالص وانها مش عاوزة اي حاجة تضايقها ولا تضايق جدها منها، لانها مش مستعدة تزعله منها تاني لاي سبب، وبتفضل تعيط، وفي الاخر بيقدر يصالحها وبام بتسامحه. انت ما بتحرميش بقى. وتاني يوم بام بتروح لداود عشان تشكره على وجوده جنبها وبتمشي، لكن داود بيقابل صاحبته من ايام الكلية وتقريبا كده هيرتبطوا ببعض، وبام بتشوفه وبتكون مبسوطة جدا ان اخيرا داود لقى الشخص اللي هيكمل معاه حياته، وبكده ما بيكونش فاضل غير الجد انهم يعني يروحوا يتكلموا معاه علشان يقنعوه بعلاقتهم، بعد ما بيكون اصلا رحب ببنته وابنها في البيت. وبام بتاخد دانون علشان تعرفه على جدها، لكن جدها اول ما بيعرف ان دانون هو الشخص اللي بتحبه بام بيروح بسرعه يجيب المسدس عشان يقتله، لانه بيكون خايف اللي حصل مع بنته يحصل مع بام، وكل اللي في البيت بيحاول يهدوه علشان ما يضربش الرصاص، لكن بيضرب الرصاصه وتيجي في مامتها، وحفيده بيكون متضايق منه جدا والكل بيفضل يلومه، وبتتنقل للمستشفى لكن بيكون حالتها كويسه، وبام بتفضل مع مامتها تهتم بيها، وبيحاولوا يرجعوا العلاقه بينهم من تاني اللي هي علاقه الام ببنتها، وبيجي باباها وبيطمن عليها. واظن انه جه الوقت بقى انه يسيب كل الخلافات على جنب ويبداوا صفحه جديده. وطبعا دانون بيكون موجود مع بام، والجد بيلاقي ان دانون واقف جنبها، واخيرا بيقتنع بعلاقتهم لما بيلاقي ان دانون واقف مع بام في اصعب مواقف وظروف بيمروا بيها، وبيتكلم مع بام وبيتأكد منها انها بتحب دانون، وبكده بتكون المشاكل كلها اتحلت. ودانون بيطلب من بام الجواز على الشط، وطبعا بام بتوافق بكل سهولة كالعادة يعني، واخيرا بيعيشوا حياة جميلة مع بعض. والحد هنا بيخلص ملخص مسلسلنا على سعادة الابطال كلهم مع بعض، وياريت كل اخواتي واصبع الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو ياريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا ياريت تعملونا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر واكتر.